مش انت واحنا في مصر قلت لي ان مروان ده التوت فروت وانه نصب على اليونان كلها جاسم وبتاع الاجانس واسمه ايه ده بتاع المجوهرات؟ ايوه يا ابراهيم. انا بقى هوقعه في شر اعماله، هخش له تحت باطه وابقى دراعه اليمين واسلمه للناس دي تسليم مفتاح، ياخدوا اللي هم عاوزينه وباقي الليله بقى بتاعنا. طب وانت هتطلع منه الفلوس دي كلها ازاي؟ الناس دي قادره يا نجوان، ومادام جاسم عارف يطلع منه 5 مليون يبقى هيطلع 50. ولعلمك بقى جاسم قال لي طالما ان هو عارف ان مروان بعتني عشان اقتله يبقى مروان حكم على نفسه بالاعدام، وهو مستني مني اشاره واحده عشان يخلص عليه، بس انا قلت له بشرط قبل ما تخلص عليه فلوس مروان كلها تتحول لحسابي. حسابك انت؟ انا قصدي حسابنا احنا الاثنين، وانا هبيعك يا نوجة. انت اهم حاجه بس تبقى تديني عنوان الشقه بتاعتهم. بص بقى يا ابراهيم، انا مش هديك العنوان لغايه ما اتاكد ان مروان مش شاكك في حاجه، احسن هنروح في داهيه كده. هي بقت كده يا نوجة؟ اه يا ابراهيم، ويا ريت ما تتصلش بيا تاني ولا تبعت لي اي اس ام اس لغايه ما انا اكلمك. خلاص يلا سلام، عشان انا لازم امشي دلوقتي. مع السلامه يا اختي. وبعدين يا هيمو. هايدي جت اهي. وصلت. بابي. حبيبتي ما تخافيش حبيبتي، ما تقلقيش، فترة بسيطة وهتعدي. معلش يا هايدي، أنا مش مصدقة والله. إن شاء الله عدوينك إن شاء الله، والله حرقة قلبي عليكي كيف حرقة قلبي على كوريا بنت أختي لما كانت في السجن. معلش يا بنتي، ياما في السجن مظاليين. إحنا بعد البراءة نرفع قضية على وزارة الداخلية ونطالب بالتعويض ورد الشرف. قصدكم؟ راحة. راح انتوا امشوا، ما تبهدلوش نفسكم معايا. انا كلمت نادر وقال لي على الكلام اللي هيقوله في اللي هتقوليه في النيابه هاجي معاك يوميها واقوله لك. بابي ارجوك ما تسيبنيش. مفيش يا حبيبتي، هنسيبك نروح فين؟ استنى بس. علاء بيه، عايز اقول لحضرتك حاجه، هايدي بريئه والله العظيم بريئه، لو سمحت ساعتك تخلي بالك منها، وبرائتها هتبان قريب ان شاء الله. ما تقلقش، انا هبعتها عندي في المكتب لغايه ما تتعرض على النيابه الصبح، مش هخليها تدخل الحجز. ما تقلقوش، علاء بيه هيخلي الموضوع سهل جدا عليا، مش كده ولا ايه؟ تعال ورايا. مش هتقلقيش ان شاء الله. ما تقلقيش يا حبيبتي. هايدي قلبي معاكي. هو الراجل اللي قاعد هناك ده هو سلومه ولا انا عينيا مدغششه ومش شايفه؟ ده انت نظرك 6/6 ويدخلك الكليه بتاعت امناء الشرطه مرتاحه، هو بعينه بغباوته بشكله العكس. ايه اللي جايبه عندنا هنا يا واه؟ زبون الواد كداكي قلبه في 105,000 بوليو، فقاعد بقى عشان ينسى. يا خرابي عليك يا كداكي يا نصاب، يقلب الراجل في 105,000 بلبل ويبعت لنا احنا 10,000 بلبل بس. ناقص الحدايه ما بتحدفش بلابل. اما اروح اشوف ايه حكايته الراجل ده هو. عليا تعوم بالثلاثه، الام سوكه مدرسه ومدرسه خاصه كمان من ام مسارين. مدرسه امناء الشرطه. ايه بحبك يا ام سوكه. انا بحبك يا واد يا تعوم. السلام عليكم سلومة. عايزة ايه يا ام سوكة؟ مالك مالك يا سلومة؟ مالك يا اخويا متدهول على روحك كده وقاعد متبهدل وهدومك متهرولة ومتطينة عامل زي اولاد الشوارع اللي بيطلعوا لنا في التلفزيون؟ مالك يا اخويا؟ انت عايش سلطان زماني،
كان معايا كل حاجة. فجأة غمضت عيني وفتحتها، لقيتني خسرت كل حاجة، الجلد والصقر، كل شيء راح. الأوهال راحت وهبتي راحت وفلوسي راحت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما هو أنت أصلك اللي راجل دون وواطي وخسيس وما عندكش دم وتاكل مال النبي، تاكل مال الشيخ والله اللي في الجامع، عشان كده ربنا لازم يعمل فيك كده هو عادي يعني؟ والله أنا راجل طيب وغلبان. أنا غلبان يا مسوكة، لو شفت جبروت المعلمين الكبار اللي في البلد تقولي علي يا ولي. أقول عليك ولي؟ طيب يا أخويا بقول لك إيه، قوم روح استحمى، خد لك حمام كده هو ونظف نفسك والبس هدمة نظيفة وما تنكتش على مخاليق ربنا. منك لله يا شيخ نكت عليا، جبت لي اكتئاب ولا ناقصه اكتئابات يا اخويا؟ يا نجم مصر ينفع يعني الغيبه دي كلها يا سوكا؟ انما انت ايه يا نجمه مصر ما شاء الله عليكي، قلتيها كلمه وما تنتهاش. على الطلاق انتوا اجدع دويت شفته في حياتي. وانت يا سوكا انت كنت النهارده ايه ما شاء الله عليك ملعلع كده اهو. على فكره الطير المذبوح بيغني احسن من الطير اللي طاير. وانت يا نجمه مصر قلت ايه في الطلب العاطفي اللي انا طلبته منك؟ ها الله، لسه يا اخويا بفكر. نوال نوال ابو شيدي كنوال، ارجع معايا بيتي يا نوال، ارجع معايا. انا غلطان، انا ندمان، انا ندمان يا ناس، انا ندمان يا نوال. ارجع معاك فين يا راجل يا مخبول؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ما انا كنت معاك واستخسرت فيا عشان ترمي للغريبه. هو انتوا كده صنف دون بتتعاموا في عينيكوا لحد ما يروح منكوا. سامحيني يا نوال، انا غلطان، انا غلطان يا ناس. الراجل ده عمل ايه؟ عمل ايه الجزار المتقاعد ده؟ ضايقك؟ ايوه يلا شيله، ارمي الزباله دي من هنا. يلا انا عايز نوال يا عم. يلا بقى انت على طول. نوال مراتي يا ناس، على طول قال الهبتنا. يلا 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 يا متقاعد. كتك ستين نصيبة، فكرتني بأيامك السودة. مروان مروان مالك يا حبيبي؟ فيه ايه؟ مفيش. الواد اللي بعته يقتل الشيخ جاسم لغايه دلوقتي ما ردش عليا ومش عارف اوصل له. ما هو يا خبر بفلوس بكره ببلاش. عندك حق، بس انا زهقت، ما تيجي نسافر. نسافر؟ نسافر نروح فين؟ اي حته، نروح لندن، مكسيك، اي حته ما فيهاش تسليم مطلوبين. او نسافر من اليونان ونكسر حاله الملل اللي احنا فيها دي. ايوه بس ده مش خطر يعني؟ هو ريسك شويه، لو الطياره عطلت في اي بلد ونزلنا فيها الانتربول هيقبض عليا. بس عادي يعني، مغامره حلوه. ايه يا مروان؟ ايه اللي عادي مغامره حلوه؟ معقوله؟ ومن جهه المغامره حلوه، المغامرة مفيش كلام. مش عارف ليه انا سقعت قوي، تكييفي عالي قوي، عايز اروح اجيب الجاكيت من العربيه بس مش هقدر عشان رجلي شد عليا. طب ما تخلي اي حد من هنا يروح يجيب لك الجاكيت من العربيه. لا ما مش هينفع عشان العربيه فيها فلوس. طب خلاص انا هقوم اجيب لك الجاكيت. لا يا حبيبتي خليكي، لا خليكي، مش مهم خلاص. لا يا حبيبي تعبك، راحه في ايه؟ يلا ثواني وكيل. شكرا يا حبيبي، شكرا. لا خلي بالك من نفسك. Excuse me, please.
Who's she? She's Milliarder from Brazil. Ah, okay. Thank you. حاولي تاكلي حاجة وتنامي شوية، لأن بكرة هيبقى يوم تقيل عليك، نيابة وتحقيقات وقرف. فارق معاك أوي يومي هيبقى عامل إزاي؟ أكيد طبعًا. أنا آسف يا هايدي. على إيه؟ على الوضع اللي انت فيه دلوقتي، بس صدقيني انا مش مسؤول عن الوضع ده ولا حتى انت. احنا الاثنين كنا مضطرين لكده. انت معذور يا علاء، لانك ما حبيتنيش كفايه عشان تصدق اني مظلومه وتقف جنبي لحد ما اثبت براءتي. كل اللي كان همك انك تطبق عليا القانون. يا هايدا انا حسبت الموضوع من كل الزوايا وخسرت صاحبي ترقيه عشان ما يقبضش عليكي وانت هربانه ويسيبك تسلمي نفسك. دلوقتي الوضع سهل، انك ممكن تخرجي بكفاله. كل الموضوع ان احنا هنستنى اجراءات النيابه. صدقني ما بقتش تفرق لما كل الناس اللي بثق فيهم بيخونوني، يبقى خلاص بره زي جوه. يا هايدي ما تحملنيش فوق طاقتي، انا واثق في براءتك مليون الميه، بس واثق برضو ان البراءه دي مش هنقدر نثبتها غير عن طريق واحد بس، هو ده الطريق اللي انا ماشي فيه دلوقتي. مروان هتعمل ايه؟ ها؟ في ايه؟ في حكاية السفر. سفر ايه؟ ايه يا حبيب؟ مش انت قلت ان احنا عاوزين نسافر بره اليونان؟ اه بس لا انا قلت اجله شوية. طيب ماشي. مال؟ لا مفيش ولا حاجة. مفيش ايه؟ وانا مش عارفك، في ايه؟ أصل بصراحة كنت عاوزة أقول لك على حاجة بس خايفة منك. لا ما تخافيش وقول. خلاص يا حبيبي ملهاش لازمة دلوقتي، خلاص. الله أنت اتجننتي ولا إيه؟ بقولك في إيه؟ خلاصي يا حبيبي خلاص. ساعة ما أحس نفسي إن أنا مش خايفة منك هقول لك. خلاص يا بيبي. بيبي ولا بعبع؟ خلاص براحتك. نخش أريح. ما هو قولك فيما ورد بتحريات المباحث من استيلائك بالمشاركة مع زوجك المدعو مروان أبو عرب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي من المال العام؟ أنا ما استولتش على حاجة، ولو تبعت وخدت سير الفلوس بعد ما مضينا ورق البنك هتلاقوا أن طليقي مروان أبو عرب اشترى سندات وصكوك باسمه بقيمة المبلغ ده، وقدر عن طريق السندات دي يهرب كل الفلوس بره البلد. المحامي بتاعي نادر عالم الدين قدم ورق بالكلام ده، يعني أنا زي البنك وقعت ضحية عملية نصب من مروان أبو عرب. لكن حضرتك موقعة على أوراق البنك مع المدعو مروان أبو عرب بالمسؤولية المشتركة عن رد قيمة الضمان، وده طبعاً بغض النظر عن طريقة التصرف في الأموال. ما أنا قلت لك إن أنا كنت ضحية عملية نصب من مروان أبو عرب. ما قولك في اتهام المباحث لك بالهرب وعدم الامتثال للعدالة وفقاً لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقك من النيابة؟ حضرتك أنا عديت بظروف نفسية صعبة بسبب الطلاق وبسبب عملية النصب اللي أنا تعرضت لها، فما كنتش قادرة أتابع الإجراءات القانونية، ولما تابعت وعرفت أن لازم أسلم نفسي جيت وسلمت نفسي بكامل إرادتي. هل ترغبين في انتداب محامي للدفاع عنك في القضية؟ أنا قلت لحضرتك أنا عندي محامي
دكتور نادر عالم الدين، بس هو دلوقتي في مهمة برا مصر وهيرجع قريب إن شاء الله، وأول ما يرجع هيتابع القضية. وأقفل المحضر في ساعته وتاريخه، وتحبس المتهمة احتياطياً لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، ويراعى التجديد في حين. توقيعك بعد إذنك يا مدام. اللي انت عاملاه في نفسك ده متنكره، عشان لو شافني معاك ما يعرفناش. يا حلاوه، واللي يتنكر يتنكر بالشكل ده؟ يو اللي عرفت اعمله بقى، انتوا هتتقمروا كمان. بقول لك ايه، انا ركب امبارح كانت بتخبط في بعضيها فايبريشن كده وهو داخل عليا. فايب ايه؟ فايبريشن بالنون، فايبريشن. يا اخويا احنا في ايه ولا في ايه؟ وبعدين مدينه هول بيستو وحطيت الاحمر والاخضر والفوشيا والبرتقاني، ولا بص له عبرني حد. ما هو مش من اولها يا كوريا، ما انتيش جوليا روبرتس يعني. مين؟ مريم فخر الدين. صب هو لو كان دخل علينا امبارح وانا متسحوله كده، ما كان زماني وقعت بالكلام وكان وقعتنا هتبقى طين. ممكن تهدي وتطمني خالص؟ امبارح كان في واحد قاعد على الترابيزه اللي جنبكم تبع عماد، يوناني بيتكلم مصري زي كده بالظبط، وبيشتغل في سفاره مصر في اتينا، وكان قاعد رامي ودن على الترابيزه بتاعتكم وسامع كل حاجه. ولو كنت عملتي اي دروب او حصل اي مشكله كان هيتدخل باي شكل ويغطي عليكي، بس احنا ما رضيناش نقول لك عشان ما تقعديش تبصي له وتفضحينا. والنبي ولا خدت بالي انا كنت في ايه ولا في ايه؟ عموما دلوقتي مروان بلع اول طعم. انا عرفت انه سال واحد من الجرسونات عليك انت وعماد هناك، وقال له انك معاكي فلوس كتير قوي، ورسمه الدخول اللي رسمها لك عماد على مدير المطعم، والمعلومات اللي سربها للجرسونات بانك مليارديره جاب نتيجه كويسه قوي. عشان تعرفوا بس ان مش الست جول لوحدها اللي حت، احنا برضو لو حبينا نبقى قزاز بنبقى، بس هي النفس. ده مش مهم دلوقتي يا كوريا، المهم ان العين هتبقى عليكي، ولو حد شافنا مع بعض كل اللي احنا بنعمله هيبوظ، فانا لازم اسيبك لوحدك. يا لهوي انت هتبيعني يا دكتور؟ ابيعك ايه وانت سلعه؟ مش هينفع نقعد مع بعض في نفس المكان. انا حجزت لك في انضف وافخم اوتيل في اليونان، حجزت لك لوحدك، لان طبعا مستواك المادي ما ينفعش ان انت تبقى قاعده في نفس المكان اللي احنا فيه ده. والواد اللي اسمه مروان ده سو، وهيفضل يدور ويدعبس عليكي لحد ما يلاقيكي، ولو عرف ان انا نازل معاكي الاوتيل يبقى شكرا من كل اللي احنا بنعمله. نهار اسود، يعني انت هتسيبني اقعد في لوكاندا لوحدي يا دكتور؟ انت مش هتبقي لوحدك في اي حته خالص، انا هبقى متابعك طول الوقت، وبعدين لسه في حاجات كتير قوي وتعليمات لازم اقول لك عليها، بس كل حاجه في وقتها يا كوريا. ماشي. ايوه يعني احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ طيب كريمه حسن محمد افندم، ايمان ابو ضيف افندم، عواطف علي افندم، زينب محمد افندم، اسالات محمد. اسمك كريمه ايه؟ ما اسميش كريمه، انا اسمي هايدي. انا بقى محصوبتك الونش. جايه في ايه يا هايدي؟ انا جايه في العربيه الزرقاء الكبيره دي اللي جابتنا كلنا. نعم يا روح امك، ما انا عارفه ان انت جايه في العربيه دي. تومتك ايه يا بيبتي؟ ايه يا بنت مستجدة ولا ايه؟ لا والله انا مش مستجدة، انا ما عملتش حاجة، انا مظلوم. ما كلنا مظالم يا اختي. اتركت انت وهي افندم. اظن انا بقى كده كفاءة ومية مية. اخر 14 حاجة يا قمر جبتك هنا في الحتة النظيفة دي عشان ما اطلعلكيش في الشقة وتقفش عليا تاني زي المرة اللي فاتت. ابن اصولي يا عزوز، بس ايه العبارة؟ يعني مخرجني ومقعدني في حتة غالية؟ ما اللي احنا هنقوله هنا كنا قلناه بالليل في الكباريه. لا بقى يا عنايا، انا مش نافعني كلام التخاطيف اللي عمال يمط زي الاستك رايح جاي ده. انا جبتك هنا حبه قلبي عشان اقطع مسيح. انا مش مستريحه لك يا عزوز، عايز ايه؟ زي ما قلت لك قبل كده يا حبيبتي، انا رايدك على سنه الله ورسوله، وانا رحلتي لمارة ولا عيل، يعني انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس. وانا بقى الجواز النمره كام بالصلاه على النبي؟ الله، هو بالنمره نجمه مصر؟ ولو بالنمره انا هريحك، انت النمره الاخرانيه اللي مفيش بعديها. وقلت الكلام بقى الحلو ده لكم واحده قبلي يا زيزو. الله الله الله، زيزو يا صلاه على النبي يا صلاه على النبي. طالما قلت زيزو خلاص ده بقى اسم الدلع، والدلع ده علامه الرضا زيه زي السكوت بالظبط. وانت بقى يا حبيبتي لا في لا قبلك ولا بعدك، انا جاهز اكتب عليكي وقتي لو حبيتي. يعني جاهز جاهز وقتي؟ يبقى قبل كتب كتاب انا ليا طلبين.
من العين دي ومن العين دي، طلب من دي وطلب من دي. الزفت اللي اسمه سوكا ده قلب عليا، وانا ناني اللي ما يتقلبش عليها. خلاص يبقى هو كده قفل عداده معانا، الليله اخر نمره ليه في المحل. لا 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 مش للدرجه دي، انا برضو ما احبش قطع العيش. ده غير ان هو اللي بيسخن الصاله والزباين، انا عايزاك بس تقرصها له. بس كده عينيا، ده تأمر يا قمر، ده انا هخرمها له وعلق له فيها حلق كمان. غمض العين دي واديني التانية. اهو الطلب التاني، انا عايزك تأمن لي مستقبلي وتكتب لي نص الكباريه. نص ايه؟ مالك وشك قلب كده زي اللي عنده كلب في الزحمه؟ ايه